في فيديو على تطبيق الانستغرام جمع بين محمد خساني والإعلامية الجزائرية هناء غراس، خرج محمد خساني وانتقد كل الناس أو الممثلين اللي راهم يقولوا ما كانش وجود للكوميديا في الوقت الحالي أو في الجيل الجديد. بعد ما توعد مي الغينا اللي خدمتك هذا اللي قالها، ولا قال لك خاساني ارواح البروغرام وقلت لك سبيكتاك انا هنا وانت هنا واحد هذا واحد، شوفوا شكون اللي يجوا الغاشي. لونسيان جينياسيون تاعك تجيني انا، اللي كانت اللي كبرت معك تجيني انا. هاد السيد الحسد ماشي مليح، الحسد والغيره ماشي مليح. بلان كاين واحد مشادرته اللي يهضر برجو في لي بلاطو شادرت، كاين حياته دوزيام تروازيام كاتيجوري عمره ما كانت تدافيش، يجي في بلاطو يقول لك حنا شادرت وري لي عمل ماركا. كاين واحد يقول لك وري لي عمل ماركا كيما ولاد الحلال في الدراما، وري لي عمل في تاريخ الجزائر. هذه حقيقه، حقيقه هذه نسبها من عندي. بعد انا تهضر ما كاش، كاين ناس كاين شوف تقولي عادي، تقولي صالح اوغروت ربي شافي، تقولي نبغوا نكر، تقولي حاج الاخضر ماركا، ولا تقولي بلا مصطفى بلا حدود مصطفى، تقول لي صافا غيرك، تقول لي كاين الناس، تقول لي رويشد، تقول لي عثمان عريوات، هذا كل يجي في بلاطو يهضر تبلع فمك. بصح كاين اللي يهضروا في بلاطو ما كاش في حياته مسين، فات في التلفزيون لعب فايت يجي يضرب.